اهلا ومرحبا بكم في مساء جديد ومساء سعيد في مزرعه عبود البطحاني. مساء الخير عليكم ونتعرف عليك. مساء الخير على الجميع. الاسم الهادي فتحي طه. الهادي؟ الهادي. من وين؟ من الخجلة؟ من الخجلة. باي اهلا بك، نتعرف عليك. اسمي محمود خوجل ويشرفنا بكم كثير. يعني ديك اسمي محمود خوجل ويشرفنا بكم كثير. نحن كمان تشرفنا بكم وسعيدين بطلبكم علينا ان شاء الله. نورتوا وشنا ونورتوا بيتنا ونورتوا قريتنا حقيقي. انتوا كمان نورتونا، نورتوا بيتنا. نتعرف عليك. محمود خوجل عبد الرحمن. محمود اهلا بكم، نحن سعيدين جدا بحضوركم معانا. جيتوا اسره ولا شباب ولا اخوان ولا ايش؟ والله اسرتي جات، لكن حبست الناجي مع صحباني وكده. اوكي حلو، يعني معاك الاسره لكن عاوز تكون مع اصحابك. اي ما يعني عشان نكون نتونس وكده ولا تغيير القعده، لكن برضه بمشي لاهلي. لا لا كويس. طبعا هو خاين جمعانا، لكن مين بزوق بمشي لاهله. ما عاوز يزعلهم يعني، يرضيكم ويرضيهم. لا لكن هو ما جمعنا نحن، مفروض يجمع اهله من البدايه صح؟ لا لا هو عاوز يضرب عصفورين بحجر واحد شكله. اي طبعا انا قبلك في الـ في الـ في الاكل مشيت اكلت معاهم هنا اول وكده وخلاص طوالي نبدا شير، فجيت اكلت معاهم ثاني. يعني هنا وهنا طيبات بغادي وجيت اكلت الطيبات بيجاي. اوكي طب حلو، عاوز ترضي بقايا ترضي بقايا صح؟ فعلا كلهم بغادي اهالي، وطبعا القعده مع الاهل جميله جدا، وبرضه مع صحباني بتكتمل. يعني انت من النوع اللي بيحب قعدات الاهل ولا قعدات الاصحاب؟ بصراحه الاثنين. ما حبي يضيع فرصه انه يزعل واحد منكم صح؟ لكن انا ما جيت مع الاهل اول حاجه، ثاني جيت معاهم اتفقنا كده، هو اتفاجأنا بعائلته هنا. ده نحن نفهم شنو ده زول مفتح بس. طيب رايكم شنو يعني؟ انت قبل كده جيتنا؟ انا دي جيتي الخامسه هنا يا راجل. صراحه مما جيت اول يوم كان دهشه شديده، كان جيت افطارين في رمضان حلو، وجيت بعد العيد جيت الثالثه هنا. حلو، معناها انت راضي رضا تام عن المكان صح؟ راضي ما بعدك. والله نحن كمان راضيين انه انتوا راضيين عننا، يعني احنا سعيدين حقيقه. يعني يديكم العافيه ويسعد لنا نحن كمان. اكثر حاجه عجبتك في المكان شنو يعني خلتك انه تكرر الزيارات؟ اكثر حاجه عجبتني في المكان بالعصر صوت المويه وصوت العصافير. واو انت شكلك زول كده، ده بتمشي لبعيد كده صح؟ بحب الطبيعه. بحبها جو رايق والنجيله خضراء وكده. وبقيت كاتب والله المكان ده حيكون ضابط شديد معاك غيرتك. تمام معايا. تجي كده تقعد تتخيل الطبيعة والشلالات، فتقوم تكتب لك بيت بيتين كده. إن شاء الله. أكثر حاجة عجبتك شنو؟ والله عجبني أي شيء، من البداية الدخلة فكانت الدخلة مختلفة يعني، فحسيت إنه جوا مختلف. أول مرة تجي؟ والله أول مرة طبعاً مع الإغراءات بتاعته وكده وكده، فجيت طوالي. فاستمتعت بالوضع جميل، في حاجه طبيعي تحس بانه الطبيعه دي مياخده من قلبك حاجه كبيره. واو رهابه شكلك انت يعني عاشق للطبيعه والاجواء دي. اي والله فعلا. طبعا اكثر حاجه عجبتني المحميه بتاعت الطيور، المحميه بتاعت العصافير كانت جميله جدا، يعني حتى انه بجد اتوالف مع بعض العصافير. حلو اتصورت معاها؟ اي فعلا. دي فرصه حقيقي ما كان يعني لازم، لو ضاعت منك كنت حتزعل. اي والله كنت حازعل شديد. انا انت في القبليه يعني جا قال لي والله مشيت، قلت له يا اخي ليه ما كلمتني؟ مع انه كنت شغال جامعه وكده، فكان بس ظروف الجامعه كان ما خلتني اجي، لكن مجرد ما وقفت من الجامعه جيت طوالي. طب حلو والله نحن سعيدين بكم، يعني سعيدين بالتجربة الجميلة دي، واتمنى انه التجارب تتكرر ثاني وثالث كده. لا يعني ثاني انا لو داير اقرا، لو داير استمتع، لو حاجة الوطن هنا حتكون ثابت معانا. ثابت هنا يعني الجو ذاته مؤهل، يعني مؤهل انه يصفي قلبك ويصفي راسك ذاته، عشان لو داير تقرا، لو داير تستمتع بونسة مع زول، لو عاوز بس تاخذ تتكلم مع نفسك كده يعني. بعدين اذا زعلان او مضايق المكان ذاته بيديك بوزيتيف كده، ده هرمون سعاده على حيز. هرمون سعاده يعني كل الهرمونات، طبعا كل الهرمونات بتاعت السعاده، الهرمونات بتاعت السعاده واللي بتقلل ذاته الحزن بتقل هي ذاتها، بحس بانك في راحه، في حاسس بانه ريلاكس كده، ده غير طبيعي.
لكن والله الوضع صراحة جميل، الموية والخضرة، وطبعا في ناس كده هنا ده زيك وكده يفتحوا النفس. شكرا لك، شكرا. طيب يعني في أفكار أو آراء بالنسبة للمكان أو أي إضافات حابب أنتم تضيفوها؟ والله صراحة كده أنا ما شايف في إضافة ممكن أضيفها، لأنه المكان مكتمل تام وراضين عنه تماما. ونتمنى لكم إن شاء الله مزيدا من التقدم إن شاء الله. نحن والله شاكرين لكم جدا جدا بإطلالتكم، وشاكرين كمان بالرضا. انتوا يعني كده رسم الابتسامة في وشكم دي براها بالنسبة لنا بالدنيا، يعني شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله عودوا الزيارات مرة ومرتين ان شاء الله. ان شاء الله، والشكر لعبود على الافكار والتطبيق الممتاز. شكرا لك، تسلم. حاب تضيف حاجة؟ والله اضافتي انكم تستمروا، انتوا الناس اللي بتفتح النفس ذاتها تستمر تكون قاعدة، لان جد يعني المكان مكتمل بالناس صافية القلوبة والناس الوشة، يعني يبعث بالسعادة. دي اللي استمروا، دي الإضافة اللي أنا دار أضيفها، لكن ما في حاجة أضيفها صراحة. عبود ما خلى حاجة، والشكر مننا موصول له، لأنه سهل لنا حاجات كثيرة، حاجات إنك والله تقعد مع نفسك الراحة وتلعب الأطفال ده خير من إنك تدخل المدينة وكذا، لكن كانت إضافة حقيقية لنا نحن. شكرا جزيلا لكم انتم كمان، والله حقيقي زيارتكم اضافه حقيقيه بالنسبه لنا نحن، سعيدين جدا بوجودكم معنا، وان شاء الله الزيارات تتكرر يا رب. شكرا لكم ان شاء الله.